مرحبا شباب، اليوم بدنا ناخذ في علم المناعة مجموعة من الوسائل التي تعتبر معيقات لدخول أي ممرضات إلى داخل الجسم ونعتبرها من وسائل الإعاقة الميكانيكية. نجي ناخذ أول إشي الجلد. لاحظ معي أن الجلد هو يعتبر عائق ميكانيكي لأنه بيمنع دخول الممرضات من الهواء أو من الماء إلى الجلد، وكذلك معزز بكمية هائلة من الإفرازات. والإفرازات إحنا بنعرفها بنوعين، إما أن تكون العرق اللي هو السائل اللي هو بيحتوي على قدرة على تغيير الحامضية والقاعدية، وكذلك له القدرة على التحليل، بالإضافة إلى مجموعة من الدهون اللي تمنع من مرور ونمو الممرضات مثل الفطريات مثلا. أبواغ الفطريات الموجودة في الهواء إذا ما وصلت إلى الجلد وتعرضت إلى هذه الدهون فإنها لا تسمح لها بالنمو مطلقا مطلقا. إذا هو يعتبر جلد حاجز، ويعتبر إفرازات الجلد معززا لإيش؟ للمانع اللي بيعمل على تحفيز منع دخول هذه الممرضات وبالتالي حماية الجسم. إذا هو يعتبر جزء من جهاز المناعة لكنه غير متخصص، يعني ما بيميز هذا اللي برا هو بكتيريا هو فيروس هو فطر هو حشرة، ما بيميزها. أي شيء من برا ما يدخلش، من هاي الكائنات الممرضة ما يدخلش أبدا، ما يدخلش، ما في مجال أنه يدخل. شمع الأذن. شمع الأذن مش فقط أنه معيق يمنع الدخول، لا، إنما هو قادر على قتل الجراثيم، قتلها، بيحاصرها وبيمنع نموها. يشبه فكرة إن شاء الله ناخذها اللي هي مجموعة الأغشية المخاطية. طيب، كذلك بالنسبة للجلد له ميزة جدا مهمة، مش فقط إنه يمنع وإنه له إفرازات، لا، إنه هو كثير الطبقات. فالطبقات العليا من الجلد اللي هي بتشوفها بالعين المجردة هذه طبقات ما فيهاش نواة، يعني خلايا ميتة متكدسة، بينما الطبقات الدنيا اللي هي باتجاه داخل الجسم هي اللي بتكون فيها نواة وقابلة للانقسام والتعويض. يعني هذا الجلد إذا ما تعرض إلى جرح يتم التئامه نتيجة لانقسام الخلايا وقدرتها على أنها تعوض ما تم فقدانه. طيب يا سيدي، وجود الدم. الدم عبارة عن أو شبكة من الأوعية الدموية القريبة من الجلد، هو بيكون الوعاء الدموي اللي احنا بنسميه الأوردة، والبعيد عن الجلد المدفون في داخل الأعضاء اللي بيسموه الشرايين. فبالتالي هذا الدم اللي بيحتوي على كريات دم حمراء وبيضاء، واحنا بنحكي عن البيضاء لأنه احنا جزءنا اليوم هو جزء مناعي. فشو بيعمل؟ إذا ما تم اختراق الجلد لأي عامل مرضي أو لجرح أو لأي سبب من الأسباب تتصدى لمين؟ كريات الدم البيضاء. النوع الآخر من أنواع المناعة غير المتخصصة اسمها الأغشية المخاطية، بتشوفها في الأنف، بطانة الفم، القناة التنفسية وكذلك المرء، في أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كلها مبطنة من الداخل بالأغشية المخاطية. هلا السؤال، شو دور الغشاء المخاطي في المناعة؟ لما البكتيريا بتدخل أو الفيروسات، تمام؟ في الغالب يكون البكتيريا تحاصر بهذه الطبقة، فلما تحاصر بهذه الطبقة تمنعها عن الهواء، فإذا كانت هوائية بتموت، تمنعها عن الغذاء، وبالتالي ممكن من أثر منع الغذاء عنها بتموت، وتمنعها من الارتباط بأي خلية، وبالتالي ما بتأثر على الجسم. وعن طريق مجموعة الأهداب، إذا كان الكلام في القناة التنفسية، بتطردها ببساطة بالانزلاق. وإذا كانت في داخل المعدة، تمام؟ فبتحاصرها المخاط، بحاصر البكتيريا وبيخليه موجود تحت تأثير الحامض، والحامض المعدي قاتل جدا، قاتل جدا، وهو مهم جدا الغشاء المخاطي للمناعة. هذا بالإضافة أن في أجزاء جسمية موجودة في القناة التنفسية، تمام، بتحتوي على أنواع معينة من الخلايا المناعية، فلولا هذا المخاط ما كانت واجدة هذا النوع من أنواع الخلايا المناعية اللي بتهاجم هذه الممرضات وبالتالي تقضي على هذه الممرضات.
شوف إذا كم وسيلة مهمة. هي شوف، وجود المخاط الكثيف يساعد على احتواء البكتيريا، منع تكاثرها، منع الإمدادات الخارجية خنقها إذا كان طبعا إذا كانت هوائية، وجود تراكيب شعرية مهمة، وهذه التراكيب الشعرية تطرد الخلية الغريبة. التراكيب الكيميائية للمخاط مهم جدا لمقاومة الممرضات. التركيب الكيميائي نفسه للمخاط يستطيع أنه يحلل في بعض الأحيان. وجود المخاط مهم لأنه معزز لوجود الغدد، ومنها الغدد الفارزة للحموض مثل غدد المعدة الحامضية المعقمة، لأنه لولا حامضية المعدة كان تعرضنا إلى أمراض كثيرة جدا. حيث أن المخاط يوقف تأثير الحامض على جدار المعدة ويمنع تكوين الثغرات أو القرح، يعني المعدة نفسها نتيجة لإفراز الحمض إذا ما كان في طبقة عازلة ما بين هذا الحمض المفروز وما بين جدار المعدة، فالمعدة سوف تتثقب ويصيبها مرض اسمه التقرح. فإذا له صارت وظيفة مناعية ووظيفة حماية للأعضاء، ومنها مثلا المعدة. ننتقل على الجزء الثاني وهو الإنزيمات. غير المخاط وغير الجلد وإفرازة الجلد، في إشي اسمه الإنزيم. الإنزيمات أنواع عديدة، منها ما موجود في داخل الأعضاء ومنها ما هو موجود ومنتشر. يعني مثلا إذا كان الكلام عن العين، ففي العين هو يعتبر محلل للممرضات، يعني في جسيمات الحالة اللي بتحلل الممرضات بتدخل عن طريق العين وبالتالي يقضى عليها. إذا كان الكلام على كريات الدم الحمراء، عفوا على كريات الدم البيضاء، فهو مهم جدا للمناعة. ليش؟ لأنه له مجموعة من المواصفات الهامة. أولا هو يعتبر مادة بروتين، وبالبروتين يستطيع الاختراق ببساطة لأي جسم خلوي. ثانيا ذو وزن جزيئي منخفض، يعني خفيف الحركة. ثالثا يهاجم السكريات المعقدة، وإذا كنت دارس معي في قسم الأحياء المجهرية راح تلاحظ أنه السكريات المعقدة هي طبقة الجدار الخارجي المحيطة بالبكتيريا. رابعا يتفاعل مع هذه الطبقة من أجل عمل ثغور كبيرة أكبر من البروتينات، فتسمح بدخول المضادات الحيوية وبالتالي قتل هذه الأجسام الممرضة. لما نلاحظ الملاحظات المهمة، أولا هل الإنزيم يستهلك؟ لا، ما بيستهلكش، يعني أثناء عمله ممكن أنه ينخفض في تركيزه؟ أبدا، هو بيقوم بعمله وبيرجع إلى نفس مكانه. هل هو مهم للأيض؟ طبعا. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان الإنزيمات هذه بتحلل الغذاء، فبالتالي لما بتجي البكتيريا الممرضة بدها تتغذى، تمام، ما بتشوف الأكل موجود، فإذا الإنزيمات هضمت هذا الغذاء وبالتالي حرمت الممرضات من أنها تتغذى عليه. طيب هل من الممكن أنه يكون وظيفة اللي هو فتح الثغرات؟ نعم، لأنه هو بيهاجم السكريات المعقدة، والسكريات المعقدة صفة موجودة في أغلب الخلايا الحية وبالذات الخلايا الحيوانية والفيروسية والبكتيرية. طيب هل من الممكن تتعاون الإنزيمات مع بعض المكونات الكيميائية؟ نعم، من أجل القضاء على البكتيريا، لأنه لما بتفتح المجال في الجدار تسمح بمرور المواد المميتة اللي من الممكن أن تكون قاتلة للبكتيريا أو قاتلة للأحياء الممرضات اللي ممكن أن تأثر على الجسم. إذا كان درسنا اليوم هو يتحدث عن المناعة، المناعة غير المتخصصة وهو الجلد تحدثنا عنه، تحدثنا عن الإنزيمات، تمام، تحدثنا عن المكونات الحيوية الأخرى مثل المخاط مثلا وأهمية المخاط بالنسبة للعملية المناعية. إذا كان بدك تتعلم مناعة وعلى تسلسل وبمعلومات دقيقة وصحيحة وواضحة وبسيطة، بإمكانك أنك تتابع على هذا القناة وتعمل لايك، تعمل اشتراك، ومن ثم تتبع معي الفيديوهات من أول الفيديو رقم 1 إلى أن يشاء الله. يعطيكم ألف عافية، كان معاكم ياسر أحمد العلي، السلام عليكم.